تحت رعاية سمو الأميرة دينا مرعد المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، استضاف متحف السيارات الملكي حفل استقبال معرض فوتوغرافي للمصور زهراب وفريق أحلام الأردن، حيث تم خلاله إطلاق كتاب المصور زهراب جوردن تيم أوف دريمز. هاي أنا كثير سعيدة بوجودي اليوم هون بفعالية خلينا نقول إنه نحتفل بكتاب المصور المشهور زهراب اللي وثق كل رحلة الفريق اللي راح لقاعدة إيفرست السنة الماضية بقيادة المتسلق الأردني المشهور مصطفى سلام. الإشي الرائع بهذا الفريق إنه هو أخذ على عاتقه إنه أول شيء يعمل هذا التحدي ويتسلق هذا الجبل العنيف واللي بتحدى الجميع صراحة، لسبب بسيط إنه تجمعوا تبرعات لصالح مركز الحسين للسرطان. إحنا أطفالنا بمركز الحسين للسرطان بتسلقوا جبال كل يوم بحياتهم وهم عم بقاوموا المرض، فهذا الفريق حب إنه يأخذ أمالهم بيأخذها قد ما بيقدر قريب للسماء بإذن الله إنه يوصلهم الشفاء بإذن الله. وقد أطلق زهراب الكتاب بعد مشاركة فريق من أخفض بقعة إلى أعلى قمة من أجل السرطان، رحلته اللي توجه فيها من أخفض بقعة على وجه الأرض واللي هي البحر الميت إلى قاعدة أعلى قمة في العالم قمة إيفرست في شهر نيسان من عام 2013. انطباع بجنن. الأميرة دينا والأمير مرعد مشكورين يعني بحضورهم وهالجمعة الحلوة الطيبة. أنا بس بدي أقول إنه الكتاب اللي عملناه والتعب اللي تعبناه عملناها لدعم السرطان ودعم مركز الحسين للسرطان. لما الواحد يقول سرطان والملك حسين توفى من السرطان وأسامة ياسين الطفل كمان مات، يعني بدعنا إحنا لما رحنا بتسوى المغامرة والتعب والإرهاق كتير كتير كان عذاب الرحلة هاي، لكن الحمد لله عملناها. بس بدي أترجى من الناس اللي عندهم مجال إنهم يشتروا نسخة من هالكتاب، لأنه 50% ريع الكتاب هذا بده يروح للسرطان، وإحنا تعبنا ومش بس تعب يعني كل ما هنالك إنه الواحد يدعم السرطان ويدعم الأطفال الطيبين. بيهدف هالحدث إلى نشر الوعي بمبادرة فريق أحلام الأردن اللي أطلقوها لدعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وللترويج للكتاب اللي جزء من ريع مبيعاته راح يكون لصالح المؤسسة لاستكمال مشروع التوسعة الجديدة التابعة للمركز، واللي راح تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمركز وتوفير العلاج لأكبر عدد ممكن من المرضى. في عندنا علاقة جيدة مع زهراب، بنحاول نعمل ببلشينج هاوس كبير حتى نأرخ تاريخ الأردن بأكثر من شغلة، فهذا الكتاب كان جزء من المهمة الكبيرة اللي هو نعمل دوكومنتري لرحلة من أخفض بقعة في الأردن لأعلى بقعة في العالم. كان الهدف فيها دعم مؤسسة الحسين للسرطان والمركز مركز الحسين للسرطان. الهدف كان نبيل، وهذا جزء من مهمتنا إحنا كجروب يعمل في الادفورتايزنج والبراندينج. يذكر أنه راح تنطلق بعثة جديدة تابعة لمبادرة من أخفض بقعة إلى أعلى قمة من أجل الكفاح ضد السرطان في شهر شباط من عام 2014 لتسلق أعلى قمة في أفريقيا اللي هي قمة جبل كيليمنجارو. قناة رؤيا، أحمد الكيلاني.